وبطل آخر من أبطال أيضا الشعب المصري الدكتور الأستاذ محمد شرف، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أنا بحيي كل اللي موجودين في فيينا هنا لأنهم نقلوا لمصر ورسالتكم وصلت. صدقوني الناس في مصر مستنية الرسالة وبيشوفوا اللي أنتوا بتعملوه، فبيعرفوا بترفعوا من عزمهم وبتشدوا من أزرهم، فأنتوا تشكروا على اللي أنتوا بتعملوه دايما. أن علاقتي بفيينا الحقيقية بدأت مع الثورة الأولى في 2011. الجالية المصرية في فيينا قدمت الكثير قوي قوي لثورة 2011. ما تأخروش عن المصابين، ما تأخروش عن دعم الشهداء، عائلات الشهداء، علاج المصريين في النمسا، في 25 واحد اتعالجوا ولولا علاجهم هنا كانت أحوالهم سيئة. كل ده تم بفلوس دافعي الضرائب النمساويين، فعلشان كده احنا بنشكر حكومة وشعب النمسا وبنشكر الجالية المصرية على اللي قدمته حقيقي. وده اثبت ان الجالية المصرية في النمسا جالية تعيش مصر فيها وهم بعيدين، فتحية ليكوا حقيقي. إيش بين فينر زميلي الأستاذ وائل أنديل أيقونة من أيقونات الكفاح والثورة، مشترك لنا غطى كل الموضوعات، لكن أنا حمسك على بعض الحاجات أكمل اللي أقدر عليه. ثورة 2011 خلينا نعترف جميعا هي ثورة لم تكتمل، لكن طلعنا منها بشيء وحيد وهو اسمه المسار الديمقراطي. إننا صوتي أصبح له وزنه. أنا عمري في حياتي ما أذيت بصوتي في مصر، لكن ما فوتش ولا استفتاء ولا انتخاب من بعد الثورة 5 سنة دي. طيب دي إرادة شعب، في ناس، في واحد ما عرفش مين اداله الحق انه جاي بيرمي إرادتنا وبيشيل الصناديق بتاعتنا وبيزدريها. هو ايه؟ هو احسن مننا او ايه اللي فيه زيادة؟ هل احنا دينينه بشيء؟ هل في حد فينا بيدينه؟ هل هو ابونا؟ هل هو وصي علينا؟ فدي اول نقطة اكتسبناها كانت المسار الديمقراطي. المسار الديمقراطي ترتب عليه ثلاث شرعيات، أنا آسف، شرعية مجلس الشعب، شرعية مجلس الشورى، شرعية انتخاب الرئيس محمد مرسي المختطف. هو رئيسنا، هو رئيس مش معزول، لأن ما فيش حاجة تعزله. هم كانوا معودين أن الرئيس مرسي هيستجيب لهم وهيتعزل وهيوقع على عزل نفسه، وبكده كانت الانقلاب تم وخلاص. فلولا صمود الرئيس، تحية لصمود هذا الرئيس، صمود
صمود أسطوري عازلينه عن الدنيا. أولا، هل القائد العام يختطف القائد الأعلى؟ ده اختطاف، بنسميه عملية اختطاف، عملية سطو في وضح النهار. احنا كسبنا المسار الديمقراطي وما ترتب عليه. احنا لما خارجين، كل اللي خارجين هنا وكل اللي خارجين في مصر اللي بنقول لهم اصمدوا، فانتوا بصمودكم حققتوا ملحمة وأسطورة تاريخية لسه هتتكتب، زي أسطورة وملحمة ربعة. أنا شايف ربعة قدامي هنا، جزء صغير من ربعة، الأرض الطاهرة في ربعة العدوية، فأنا شايفه هنا قدامي. انتوا صمودكم رائع، اطول صمود كان معروف ومتسجل كان صمود هندراوس لمدة 83 يوم. شعبكم في الارض الام صامد دلوقتي ل 120 يوم، وانتوا صامدين، انتوا ما كذيتوش خالص. فهنا الانسان بيعرف اي معدن. الناس اللي في مصر بتقتل واحد بيطلع مكانه عشرة، بتقتل عشرة بيطلع ألف، بتعتقد واحد بتعتقد ثلاثة بيطلع غيرهم، بتضرب بالرصاص، بتدخل المدارس، ما بتتأثروش. انتوا نوعكم ايه؟ عاوز اعرف حقيقي بصحيح. حقيقي ده صمود ملحمة أزهد العالم، زي ما الأستاذ وائل قال ثورة يناير أزهدت العالم. هذا الصمود لا يمكن، وهز العالم وأفسد الخطط، أفسد خطط كبيرة. الأستاذ وائل بدأ يقول فعلا إحنا اتعرضنا لمؤامرة. المؤامرة ما بدأتش في 30/6، المؤامرة بدأ يوم 11 فبراير 2011، حين تسلم المجلس العسكري السلطة بدأت المؤامرة. وكان الهدف انتوا قريتوا مذكرات سامي عنان، قال هنعمل انقلاب أبيض، كان الهدف هيعمله انقلاب أبيض. المشير قال له خليك على جنب محدش يسمعك، فمحدش سمعه ساعتها، لكن النية موجودة والمخطط موجود من ساعتها. بس نشهد برضو، احنا دايما بنحق الحق، نشهد ان المشير وسامي عنان واللي كانوا معاه ما كانوش دمويين ومصاصين دماء ولا قتلة بالشكل اللي موجود حاليا. هم قتلوا، في دماء سالت، لكن مش بالغزارة ولا بالشذاذ ولا بالنهر اللي احنا شايفينه دلوقتي. فمن هنا المؤامرة بدأ، والمؤامرة بدأ للإفشال من اللحظة الأولى. المجلس العسكري لم يكن يوما مع الثورة ولا حمى الثورة، ما حماش الثورة. احنا بقى نصلح مصطلحاتنا، تحرير المصطلحات شيء ضروري. المجلس العسكري احنا كنا متغاضيين عشان ما نفتحش جبهات كتيرة، لكن هو ما حماش الثورة. انتوا عارفين موقعة الجمل، كلنا عارفينها، مين اللي فتح ومين اللي عارف بالخطوط السير ومين اللي عارف بكل المؤامرة؟ المجلس العسكري كان عارف بكل المؤامرة. تفتكروا اللواء حمدي بدين واللواء الرويني واللواء السيسي نفسه ما كانش عارف؟ مين اللي راح قال للمتظاهرين واحنا موجود في ميدان التحرير يوم 2 فبراير فضوا الميدان علشان في مصريين اخرين عاوزين يتظاهروا في الميدان؟ مين اللي قال الكلام ده؟ اللي هو السيسي جه بيطلب. طب احنا بنطلب منه في اللحظة دي، بنقول له من فضلك في مصريين موجودين هنا في فيينا وفي القاهرة، فضلنا ميدان التحرير عشان عاوزين ندخل لسهرة مسائية والبالونات كتير من فوقينا. فالمؤامرة بدأت حقيقي، والمجلس العسكري في الأول قال احنا هنقعد 6 شهور، ما كانش ناوي يمشي لولا محمد محمود الأولى. وحقيقي برضو لأصحاب الفضل في أسد وراء القضبان اسمه حازم صلاح أبو اسماعيل، لولا حازم صلاح أبو اسماعيل
ما كانش تحدد موعد انتخابات الرئاسة. فهنا المجلس العسكري لم يكن ينوي لتسليم السلطة. وبعدين حتى لما عملوا قانون الانتخابات حطوا فيه النقاط علشان المحكمة الدستورية تقفز عليه وعلى غيره. ففي أي حال إيه خلفية المشهد؟ تم انتخاب الرئيس مرسي وتعرفوا قد إيه الحملة كانت حتم. وحقيقي الرئيس مرسي لم يكن لينتخب، وبرضو لازم نحق الحق ونشهد للمهندس حاتم عزام لولا انه عمل تعديل لولا انه تقدم بتعديل على قانون الانتخابات لكان أحمد شفيق هو اللي بيحكمنا وكان سلام على الثورة وخلاص. لكن احنا قاومنا وبفضل هذا التعديل قضاة مصر أعلنوا النتيجة، وكل أعلن النتيجة في حينها، فوقفوا حيرين لمدة أسبوع مش عارفين يقولوا ايه ازاي نعلن شفيق. في ناس بلغت شفيق، تسريبات سامي عنان وغيره بتقول ان شفيق اتبلغ انه فايز، بس فايز ازاي؟ كل المحاضر موجودة وكل شيء موجود، فما قدرش يفوز شفيق. فالمؤامرة حقيقية مستمرة من اليوم الاول. المؤامرة تمت بحل البرلمان، المهندس حاتم عزام قدم فيه القانون اللي منع التزوير في مصر. يقول لك البرلمان ما عملش حاجة، انا بشوف انه يكفيني ان البرلمان يقدم هذا القانون، بس عمل حاجات تانية كتير. لكن احنا عايشين كان مع حرب نفسية بتشنها حقيقي اجهزة كبيرة، اجهزة خارجية واجهزة داخلية، استخبارات، شؤون معنوية، أمن دولة وخلافه، مع شعب يعني شعبنا فقد الحصانة بعد 60 عام من الحكم العسكري، بعد 60 عام من القهر والإذلال. فده هو المشهد حقيقي، المشهد اللي احنا بنشوفه في مصر دلوقتي، شعب فقد الحصانة وفقد المناعة لدرجة ان زي ما قال الأستاذ وائل البعض بيفرح في مشهد الدم. للأسف احنا مش بنقول حاجة، لكن بنقول لهؤلاء المصريين ارجعوا لصوابكم، احنا معاكم، احنا ولاد شعب واحد وحنكون مع بعض. فالاحسن نبص لمستقبل مصر، مستقبل ولادنا اللي جايين مش اللي فات. فالسيسي مش هينفعكم، لان القطاع اللي هو بيأيد السيسي، انا اسف لو جه رئيس من اسرائيل عمل انقلاب كانوا هيأيدوه برضو. هي دي طبيعة، هي ما بتعتمدش ان مين اللي موجود في اللحظة دي. تفضل استاذ وائل، عاوز يقول كلمة. انا اسف على المقاطعة، بس يعني انا لا اتصور ان احنا قاعدين على المنصة وتحت السيدة ميساء عبد اللطيف وابنتها نهلة، ودول المقابل للانحطاط الانساني، دول رمز للنبل الإنساني. دول اللي نزلوا من فرنسا واعتصموا لأكثر من شهر مع النبلاء في رابعة العدوية، فياريت يطلعوا على المنصة. كده حضرتك حرقتيني كده، انا لسه كنت هقولها. زي ما قلنا اذا كسبنا من ثورة يناير كسبنا اول حاجة المسار الديمقراطي، تاني حاجة كسبنا شعب طرح حاجز الخوف جانبا وللأبد. فهذا الشعب مصمم وهيكسب بإرادته.
أما الشيء الثالث فهو المرأة المصرية والبنت المصرية، فدول هو المشهد الرائع الذي أذهل كل العالم حقيقي. فتحية للمرأة المصرية. وفي اللحظة الخاصة دي تحية لطالبات الأزهر برضو، طالبات الأزهر دول شيء تاني حقيقي. تمت الانتخابات وجاءت النتيجة بالدكتور محمد مرسي رغما عن إرادة القوى الخارجية والقوى الإقليمية، وما بقول إقليمية يبقى تحديدا بقصد إسرائيل ودول الخليج باستثناء قطر اللي كانت أكثر المواقف نبذا هي وتركيا مع ثورة مصر. قناة الجزيرة هي المنفذ الوحيد لشعب مصر، عشان كده شعب مصر بيتابعكم. معاها الحوار والقدس، لكن دلوقتي حقيقي الحوار والقدس للبث المباشر، انتوا عارفين البث المباشر عمل ايه. برضو دولة البث المباشر كانت المؤامرة تمت، وكان الانقلاب تم، وكان كل اللي عملوا الانقلاب في أمان، وما كانش هيكون فيه أي مشاكل. فلولا البث المباشر، وفي هذا الشأن بنشكر قنوات الحوار والقدس والأقصى والمغربية واليرموك لحد معين لغاية ما قطعوها بالأوامر الملكية. عموما بدأت بقى المؤامرة أشد تماما بعد وصول الرئيس محمد مرسي. خلينا نقول ونعترف مع بعض ونحرر برضو المصطلحات. الرئيس الدكتور محمد مرسي لم يتسلم السلطة، لم يتسلم السلطة، لأن كلنا عارفين الإعلان الدستوري اللي هو قبل إعلان النتيجة مباشرة، عارفين ان كل اجهزة الدولة كانت بتعمل ضده. كان في اول انقلاب ضد الرئيس محمد مرسي بعد اقل من شهر يوم جنازة شهداء رفح، فكان الهدف اسقاط الدكتور محمد مرسي لانه جه غصب عنهم، غصب عن الارادة، ارادة المجلس العسكري وارادة الخارج وارادة الممولين في الخليج. بعدها تكررت، كان في ثورة في 24 أغسطس، ما عرفش مين كان القائد بتاعها، يمكن أنتوا عارفينه، ما عرفش مين قائدها حقيقي. نيجي للأحداث الاتحادية، دي كانت المرة الثالثة إن المفروض المؤامرة اكتملت، وكانت مكتملة خالص. فين الحرس الجمهوري يومها؟ فين قوات الأمن يومها؟ في حد يقدر يقرب من دار الحرس الجمهوري دلوقتي؟ بس يومها كان مسموح ترمي المولوتوف وتعدي السور وتجيب سلالم وتقفز جوه القصر علشان تختطفه الرئيس محمد مرسي. أنا كل اللي بعدده ده بنعدد محاولات الإفشال المتكررة من اللحظة الأولى. في موكب رئاسي في الدنيا يتم الاعتداء عليه بقنابل المولوتوف، يومها الرئيس مرسي وهو خارج تم الاعتداء على موكبه بقنابل المولوتوف. أي تقصير وأي جريمة، وكلها جرائم حقيقية مسجلها وبيسجلها شعب مصر، وحنتحاسب فيها بعدين في لحظة حيكون فيها الحساب. طيب جت أحداث بورسعيد. طب دلوقتي اللي عملوا أحداث بورسعيد خدوا براءة ولا ما خدوش براءة؟ وفين اللي كانوا بيخرجوا؟ فين كل ده؟ كله واخد براءة. في حد بيتكلم دلوقتي؟
هيبقى برضو يمكن دي مشكلة معانا كشعب. خذونا نعترف ونصارح بعضنا، يمكن معانا مشكلة كشعب ان اللي بيعملنا كويس مش قادرين نقبل منه انه عملنا كويس، بنحتاج معاملة. في واحد كان دايما عاوز يبقى رئيس وبيقول للرئيس سيب وانا هبقى الرئيس. طب دلوقتي يقدر يتقدم لانتخابات الرئاسة؟ لازم ياخد اذن سيسي او سيدي، ده سيسي ولا سيدي، ده ما ادلوش لغاية دلوقتي اي تصريح. فهو ده اللي كانوا عاوزين الانتخابات على طول. لا ده اخبار سد النهضة، لا انا دلوقتي مع سد النهضة خلاص. ده كل ده حقيقي، كل ده بيؤذنا، لكن بقول لكم حقيقي انتم الثورة، لانكم انتم اللي صامدين، انتم اللي عندكم قضية. ثورة 30/6 الأستاذ وائل عاد عليها بسرعة. ثورة 30/6 قولولي، هل في ثورة بدون شهداء وبدون حد اتخدش؟ ما اعرفش. طيب وفي ثورة بدخل الميدان مع عناصر الثورة المضادة اللي انا صرت ضدها في الاول؟ يا شباب لو سمحتم جزاكم الله خيرا. فعموما انا مش عاوز اطول في حاجات كتير، لكن مش عاوز اطول. زمايلي بيقولوا لي خلي بالك من الوقت. هاجي للنقطه المهمه، محاكمه الرئيس يوم 4 فبراير، ومحاكمات مهمه ايضا هي محاكمات قضاة مصر في هذه اللحظه. محاكمه الرئيس، اولا هل تم معاه تحقيق شرعي؟ لم يتم معاه تحقيق شرعي. هل ينفع ان النيابة تنتقل زي ما بتنتقل للسجون دلوقتي، تنتقل لمكان مجهول ومش معروف فين الشخص؟ طيب بيقولوا الرئيس الدكتور محمد مرسي هو المحرض. طيب حرض على اي فعل؟ فين الفاعل؟ مع المحرض يبقى لازم الفاعل. ففي القانون لما تعرض القضية، انا مش حافظ نصوص المواد لان انا مش راجل قانون، لكن انا مطلع وعارف، فلازم يبقى تحاكم الفاعل الأول وبعدين تحاكم الشريك. إنما لو الفاعل مش موجود يبقى إزاي هتحاكم الشريك؟ أدي أول نقطة. طيب هو حرض على إيه؟ حرض على التظاهر السلمي. هذا التظاهر السلمي محرم عندكم في أوروبا؟ التظاهر السلمي هو ده اللي عمله، حرض زي ما بيقولوا أنصاره على التظاهر السلمي. يبقى أنت بتحاكمه على فعل مش جريمة ولا يستحق العقاب. طيب في القانون أيضا لو أنا بيتي بيتهاجم مش مطالب أنا بالدفاع عنه؟ خصوصا لما غاب الحرس الجمهوري انسحب ولما انسحبت الشرطة. طيب في محاكمات مبارك مش حكموا معاه العدلي بتهمة قتل المتظاهرين؟ طب هنا مقدمين الرئيس مرسي بدون ما يقدموا وزير الدفاع ولا وزير الداخلية ولا قائد الحرس الجمهوري. يبقى ايه اللي بيحصل؟ فكلها محاكمة فاشلة. والرئيس محمد مرسي لو فعلا سمحوا له انه يتحاكم علنا هو اللي هيحاكمهم، لان هنجيب السيسي ونجيب محمد ابراهيم وقائد الحرس الجمهوري ولازم يدخلوا القفص مع الرئيس. لازم يدخلوا القفص مع الرئيس. فدي هي دي المحاكمة الحقيقية. طيب قولوا لي كان الاتهام الأول للرئيس هو التخابر مع حماس، ايه اللي تم في الاتهام ده؟ محدش يعرف حاجة. هل تم إسقاطه ولا ما تمش إسقاطه؟ ما نعرفش. طب بس هل ينفع الرئيس مرسي يتخابر مع حماس ويتخابر مع وزير الدفاع في أمريكا كل يوم ساعتين وساعة ونص؟ وينفع قبل الانقلاب يروح لإسرائيل ويرتب وياهم؟ التسريبات بتقول كده. مش التسريبات دي، جلسات الكونجرس من يومين بتقول ان التخطيط كان بيتم بين امريكا واسرائيل وتمويل الخليج. فما احنا مش عاوز، هي الحاجات دي معروفة، لكن اظن ما فيش اكتر من كده. والتسريبات اللي اتقالت في تسريب، معلش انا هخرج بره الموضوع، في تسريب اتقال انه جاذب للنساء. هل ده يليق بجيش؟ جيشنا كان بنفخر بصائد الدبابات مش صائد النساء. صائد النساء ده انحطاط
لا يليق بجيش، وأعتقد أن جيش مصر يرضى أن يتقال على أن في ناس بتصائد للنساء. الشيء الثاني، محاكمة قضاة مصر. احنا زميلنا في جبهة الضمير، انا معايا من زمايلي في جبهة الضمير الاستاذ وائل والمهندس حاتم، لنا زميل المهندس وليد شرابي، المستشار وليد شرابي، هو واحد اول واحد مقدمينه للتحقيق بتهمة إذاعة نتائج الانتخابات. قولوا لي انتوا على الشاشات هنا مش بتتابعوا نتائج اي انتخاب لحظة بلحظة؟ طيب القضاء مضوا بيان مع الشرعية فبيتحكموا علشان كده 75 قاضي بالإضافة لقضاة مصر. طب الشرعية القضاء دول بيدفعوا، مش المحكمة الدستورية بتقول حتى العساكر لهم الحق في الانتخابات؟ يبقى ده حق السياسة، ممارسة السياسة دي حق للعسكر وحق أيضا للجيش. هو عبد الفتاح السيسي دلوقتي بيشتغل شغل عسكري ولا شغل السياسة؟ شغل السياسة. ففي أي حال القضاة دول حقيقي هم خرجوا دفاعا عن ما كلفوا به، كلفوا باستفتاء على الدستور وأشرفوا عليه، فخرجين دفاعا عنه لأنك وقفت الدستور اللي استفتي عليه الشعب. خرجوا الاستفتاء على رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية مختطف. كل استفتاء خرجوا عليه تم إلغائه، بيلغوا الإرادة الشعبية. بمناسبة الدستور، هل هتستفتوا على دستور استفتيتوا عليه؟ يعني عاوز أسمع مننا كلنا علشان نتفق مع بعض. طيب حل البرلمان برضو، أنا إحنا بنتكلم في أوروبا وشعب مصر وراكم بيسمعكم. حل البرلمان، هل في هنا محكمة تقدر تحل برلمان انتخبه شعب؟ الشعب هو مصدر السلطات. حل البرلمان عندنا محكمة معينة، كانت معينة من مين ساعتها؟ من مبارك. كانت معينة من مبارك وقضيتها كان معيناهم سوزان. فهل يجوز أنك تحل برلمان؟ لا. طيب ازاي نقاوم الاحتلال اللي حاصل؟ احنا في مصر في جيش احتلال بيدخل المدارس بيدرس للاطفال الشرعية العسكرية، بدل ما بيدرس لهم الشرعية الدستورية بيدرس لهم الشرعية الانقلابية، بيطارد الاطفال اللي بيعمل الشعار اللي احنا بنعمله ده، انتوا بتعملوه اظن كلكم هيتقبض عليكم كده. هل فيش كمان هل في شعار يهز ثورة؟ هم بيقولوا ثورة 30/6، هل ثورة 30/6 تتهز من أربع أصابع؟ ما تتهزش. هل تقبض علي عشان صورة مرسي؟ تم كانوا بيتظاهروا شايلين صورة مبارك وقت محاكماته في كل ميدان بيعملوا، فكل ده يليق. ايه المطلوب مننا بقى حقيقي كمصريين في الخارج؟ المطلوب كمصريين في الخارج كلنا نعرف، انا عشت في الولايات المتحدة فترة طويلة، ايباك هي الظهر بتاع اسرائيل في الولايات المتحدة. ذي كل المصريين في كل اوروبا ما يبقوش اللوبي اللي بيدافع عن حقوق مصر، اللوبي اللي بيضغط على نواب البرلمان، اللوبي اللي بيضغط على الحكومات لاتخاذ القرارات. ده هو أهم شيء المصريين هيقدروا يعملوه. انتوا بتعملوا أكبر خدمة، أكبر خدمة إن المصريين في مصر، أنا متأكد كلهم بيشوفوكم دلوقتي، إنهم بيشوفوكم هنا، فأنتوا بتحيوهم أكبر تحية. تحية لشعب مصر. تحية لرئيسنا المختطف، رئيسنا الشرعي الوحيد، بنوجه له التحية.
وأول دعوة له إن شاء الله هندعيه في خارج مصر يجي يزور المصريين في فيينا. تحية لكل المصابين وبنتمنى لهم الشفاء في مصر. تحية لكل المعتقلين، وإحنا كجبهة ضمير بنوجه التحية لزملائنا وراء القضبان الدكتور محمد البرتاجي والأستاذ عصام سلطان ولكل الأحرار اللي مغيبين وراهم. حقيقي هؤلاء الأحرار هم أحرار لأنهم ما شافوش المشهد الانقلابي، وهم في عيوننا وإحنا بنراعيهم. أما المجد فالمجد لشهداء مصر، بنحتسبهم عند الله شهداء. أشكركم وسعدت بوجودي في فيينا كالعادة.